هذه الحكاية من وحي الخيال، لم تحدث في أي زمان ومكان، ولكنها قد تحدث في كل زمان ومكان. مرحبا دري خانو. خير؟ بعتت وراي أم حمزة. شو بدها؟ عم تدقدس عن زمرد وعم تسألني عن تحضيرات العرس، شو فصلنا شو ساوينا، يعني وين صرنا بالموضوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هيك مشي. طولي بالك طولي بالك ست أم حمزة، طولي بالك. بس لحظة، استني استنيني طولي بالك. بس بدي شوف كنتي، ما بطلع من هون لتقع عيني على عينها. الناس العاقلين بيرموا السلام. ليش انتي خليتي فيي عقل؟ في حدا بيعمل اللي عم تعمليه؟ بدي شوف زمرد. زمرد ما لهون، ما صار شيء، استناها. ام حمزة، قصري الشر ورجعي على بيتك. اذا شايفة انتي يلي انا عم اطلبه شر، معناتها انتي مالك مصلي على النبي. اللهم صلي عليه. زمرد ماله بالبيت، ما رح تشوفيها اساسا. شلون تطلع بدون اذن خطيبة؟ يلي خطبهن مات، بتحبوا تروحوا لعنده لحتى يتمم هالجوازة؟ روحوا. بفهم من حديثك انك مالك ناوي تتمم الجوازة. على جستي. ايوه على جستك. خير ان شاء الله. طولي بالك يا ست ام حمزة. بخاطرك ام حمزة. وما لقيت واحد غيرك تبعته؟ ولا ببالك شي تاني؟ اسم انه يعني هي ارملي وعندها بنت صبيه وبنطمع فيهم الجماعه. لا تاني ولا تالت ابو سليم، اللي عندي قلته بقى انت كون معلم وقت كلمتك واعطيهم للجماعه حقوقهم، واذا كنت خايف ينطمع فيهم لا تاكل انت حقوقهم، هيك ما عاد بيضل حدا غدران ياخذ حقوقهم. شو عم تحكي لعبدو؟ عارف قيمتك ومقامك؟ ها قيمتي ومقامي بعرفهم منيح، واللي عندي حكيته. وشو رايك هلا؟ ليه حك كفين مثل فراق الوالدين وعلمك كيف تحكي مع أسيادك؟ أو خلي الشباب يطلعوك من هون محمل. اسمعوا لعبدو، أيام عزك راحت، هلأ أنت شقفة عربجي، لا طلع ولا نزل. اللي بده يتمرجل بيتمرجل بزنده وبرجاله، واللي بده يعمل آغا ما بياكل حقوق الناس. لولا معلمك الرجال بياخد حقه بيده ما بيغدور، وقل له بده يدفع حقوق الناس غصب عنه ورجله فوق راسه. عم تفهم؟ عاملين حالكم رجال؟ لك تضرب بندك لقله، كل واحد يروح على شغله بلاد. يلا هيك لك على جستها ما بتتم الجوازة، وعلى جستي أنا ما بأجل الجوازة ساعة واحدة. أبو حمزة خافين البنت عنا، أنا ماني مرتاحة. شو قصدي؟ ما بعرف، في إنا بالسيرة مو طبيعي. خلصتي؟ خلصت، نظفت المطبخ وجليت كل الجليات. ولي عليكي بتكوني شبلتي الشغل شبل. ما شبلت شي، قومي شوفي إذا مو مصدقة. خرسي خرسي، رح تحكي لي قصة حياتك؟ خدي تزهرمي. ايه؟ بدك تقعدي تاكلي هون؟ ومين ابري على البايكه؟ شو عم تقول يا ابو سليم؟ مثل ما سمعتها كبير، هاجم على الوكاله وضرب الشغيله كله
وتهجم علي مثل الدور العريش. وشو قلو عبدو مع بلقيس خانوم لحتى يطالب له بكرية الوكالة منا؟ والله يا كبير هذا اللي صار. ايوه مسلين تسمع مني شو عمل لك وبالحرف بتنفذ. أقال شو عم تقولوا لنوري؟ شو عم قول يا مو؟ شو عم قول؟ والله ما كفرت، عم قول بدي اتجوز. الجواز عيب ولا حرام؟ الجواز مو حرام، الحرام انه واحد مثلك عامل عمايل ما بتنتسى وعم يطلب انه بده يتجوز. حسبي الله ونعم الوكيل بهالقصة اللي ما كانت تنتسى. لك يا مو شو بدك يعني ادفع كل عمري ثمن هالغلطة اللي غلطتها بأول شبابي؟ يا مو كرمال الله، أنا بدي اتجوز مو كرمالي، بدي اتجوز كرمال الصبي. ولك أنت كبير، كبير النشواتية، تارك كل هالمصايب اللي فوق راسنا، تارك أرضك ورزقك بين إيدين عمك وداير على الجواز؟ لا ومن مين؟ من بدور الداية. هذا بدل ما تروح ترجع حق أبوك وجدك؟ يا مكرمال الله تفهميني، أنا ماني فرحان بالجواز. هاي عندي وردة ليكيها، مخلفت لي بنتين ويمكن الثالثة على الطريق. أنا بدي اتجوز كرمالك أنتي، كرمالك يكون في عنا صبي يحمل اسم العيلة. ولك روح أنا قبل من خلقتي، روح. أمرك أمرك العمى. قال بده يجيب صبي من بدور، بدور بدها تجيب له صبي. شبك؟ ما بني شي. ليش هيك لابس وشك بالمقلوب؟ لا يا ستي لابسه بالمظبوط، والشي اللي مالك علاقة فيه لا تتدخلي فيه. من الآخر بدور زمرد بدي شوفها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مين؟ أنا أبو حمزة. مو من عندكم تطلع هاي الحركات يا خانم، مو من عندكم بنوب. والله يا أبو حمزة ما تركتوا لي حل، أنا كنت مستعدة استنجد بالقرود السود بس يرجع لي حقي. استنجدي بالقرود السود بس مو بعبد العربجي. ما بصير تبعتي الزرباوية على العالم يا بلقيس خانو، ما بصير. الزلمة كان بده يشتكي عليك على الكراكون لو وقفته. مو حلوة بحقك مرة بعمرك تتجرجر على الكراكونات. طب هلا شو أعمل؟ شو الحل؟ ما بعرف شو الحل، خليني هلا أفكر لك بحل. بس الله يرضى عليكي، ما عاد اسمع عنك هي سمعات بنوب. ها ماشي. السلام عليكم. شوفي لقلك خالتي ام حمزه خانم، القصه والله مو عندي، القصه عند الريه خانم، هي مانعة بنتها عنكم. مشان هيك انا اجيت لعندك، بعرفك ما بيستعصي عليك شيء، واللي اعطيتك اياهم هدون تحلاية تم، وبس تزبطي القصه رح أعطيكي قدن مرتين. شو قلتي؟ لا أول شي هديلي أعصابي وحليلي تمك، هاي من جهة، ومن جهة أنه أنا ما بيستعصي علي معك حق فيها، فعلاً ما بيستعصي علي، ويعني أني أنا حط إيدي بهيك قصة ليش لا؟ لا عيب ولا حرام. في شي هالحكي؟ ابدا. هذا عشمي فيكي. بعرفك بتحبي مصلحتك. ومصلحة غيري. والله قرقتني. قرقتني ونزعت لي مزاجي هالخاينة. عالخوان. الايد اللي بتخون صاحبها قطعها حلال. لا تحط ببالك يا رايسي، هالمرة خابت بس بتجيبها. كيف بتجيبها وبتجيب أبوها؟ المرة الجاية مسعفي الأراضي قدام الخلايق. شيله من بالك، واحد زغبي لعيلته بو أدران، حرمته هربت مع عشيقها وبنته
انت بذات نفسك لقطتها مع شومان بالبرد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلين بشيخ العربجية. أحلى معلم عبدو، شرفت. جيبوا لنا شاي للمعلم عبدو على الحارة. شو يا درويش؟ صاير الضيف. لا يا أبو الزقل، وهلا من ضيفك إلك كمان، وللهرايسي وللوزواز، أحلى طقم شاي يخدم شواربكو. إلا هيك غلطت درويش، يعني عواض ما تكحلها عميتها. أيوة، وليش هيك عم تحكي معي؟ لشو غلطت أنا؟ غلطت بأنك حطيت المراجل مع الحشت نشت بخانة وحدي. أبو الزقل اتركوا، هذا العلوق حقه متليك. كبير ومقامك عالي عمي درويش، وما حدا بيغبر على فرمايتك. الله يجبر بخاطرك عمي عبدو. بعدين الصغير ما بيلم إلا الصغير. لك شو عم تستنى من واحد بيبوس الرجلين؟ لك حرمته؟ تركت البيت وهربيت. شفنا شو صار بالعيلة، هلأ عم نستنى لنشوف شو بدا يصير بالولد العجلب. عود عبدو، شرف معنا. الله نفذك هالمرة. معلم حسن، شو في لك درويش؟ الدرك اجوا اخذوا عبدو من القهوة. ليش شو عامل عبدو؟ والله ما فهمت، علمي علمك، بس بعدين شغلته كبيرة، قلت لحالي بجي وبخبرك. طيب ما في مشكلة، أنا رح أفهم شو القصة، تيسر أنت. السلام عليكم. وعليك السلام والإكرام. بالإذن أخي، أنا رح أفهم شو القصة. وين رايح؟ شو بدك فيه؟ طنبرجي وعامل له شي مشكلة، عامل عي، أنت شو دخلك؟ خلينا نشوف شو القصة. لك شو بدها تكون القصة؟ واحد زرباوي وعنده مشاكله، أنت شو دخلك لتنزل قيمتك وتحط راسك من راسه؟ نسيان حالك مين بتكون؟ يا أخي مالي نسيان حالي مين أنا؟ ومالي نسيان مين عبده؟ وشو كان بالنسبة لأبوك الله يرحمه؟ الله يرحم ترابه، أبوك مات وبلشت وساخات وتطلع وزعرانات وتكتر. منقوم منوطي حالنا ومنحط عقلنا بعقله، خلصنا لك أخي؟ أخي السلام عليكم. ما في خواص. يلا. عبد العربجي فات لعند ابو سليم على الوكاله وتعدى عليه وكمان ضرب شغيلته. وليش ما تقول العكس؟ كيف يعني؟ يعني هن تهجموا عليه بقلب الوكاله. عم اقول لك ابو سليم قاعد بامان الله بمحله، فات عليه مثل التور ونزل فيهم سفق رقع وبالتالي تهجم عليه. بكل الاحوال بالتحقيق ببين كل شيء. شو قصدك ابو صبحي؟ قصدي نحن بنعرف شغلنا. اعمل شغلك، بس زلمك ما بيمدوا ايدهم على عبده. ايوه، شو امرته سيدي؟ يلي سمعته. واذا بدرى انه زلمك مدوا ايدهم على عبده رح وصلها للباب العالي، وانت بتعرف كتير منيح مين حسن النشواتي. واذا مفكر انه الوالد مات فاللي خلف ما مات، ودريه خانهم بعدها عايشه. السلام عليكم. نعم، دربي سد ما يرد. علي الحلال، لو ما اجوا الدرك لاخرته كندرجيه ادلق له مصارينه دلق. ملحوها ابو زقيل، ملحوها. يفضح عرضه شو محظوظ، الله نشا. يعني لايمتى بده يضل الحظ يلعب معه؟ لك وحياه شواربك الا ما يوعى بين ايدي. نفت
نفد عبده الكلب. عم قل لك فات علي على المحل يا قاتل يا مقتول وبتقلي اسحب الشكوى؟ ليك؟ عم يا ابو سليم، لانه يا قاتل يا مقتول عم قل لك وتروح تسحب الشكوى. لا سيدي ما راح اسحب شيء، وخلي تختخ بالحبوس، بعدين بلا منقودية. انت واحد خواجة، شو لمك على واحد زرباوي؟ عمي، أنا مو جاي لهون لحتى حامي عن عبد العربجي، أنا جاي لهون كرمالك لأقصر الشر وكف بلاء عنك. ولا معلومك عبد العربجي قد بده يطول بالحبس؟ شهر زمان رح يطلع، وقتها رح تكون فتحت حالك طاقة جهنم، لأنه رح يحطك براسه ويقعد. مثل ما بتعرف قتل الزلمة عنده مثل فصفصة اللب. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجال. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انت اللي طلعتني حسن. شيلك من الحكي، طمني، ضربوك شي؟ ما ضربوني، بس خلوني ابصم على تعهد اني ما اتعرض له لأبو سليم مرة تانية. ايه تمام. نمت نومي من شهور ما نمتها، حال كل تعب الايام الماضية على بدني. ما بعرف البلا فيني ولا الدنيا هي ما عم تحل بلاها عني. عمي عبدو، ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. ونعم بالله، لا اعتراض على حكمه سبحانه وتعالى، بس والله البلا زاد وصار أكتر بكتير من قدرتي على الصبر. وكل الله، وكل الله، وربنا ما بيبلي حدا فوق طاقته، ولو ما بيعرفك جبل وقد الحمل ما بيحط عليك كل هالمصايب. صدقني عمي يا بلطفي، إلا ما تفرج عليك وكل على الله. إن شاء الله يا عمي، إن شاء الله. يا الله يا رب. هيس هيس. هيس هيس. يقبرني ربك على الوش ما أحلى، يفضح أرضك يا عبدو على هالبزرة مقطيبة. شو سيد شوما؟ شو؟ صرت تفوت على البايكة قبل ما تفوت على بيتك؟ لك لا، بس كنت عم بربط البغل. أنا شايفتك بين رجلين البغل. هلا أنت شو بدك؟ بدي تنقبر تطلع هون ببيتي، ما رح يصير اللي ببالكم. هلا البايكة بيتك نورية، روحي روحي، بدي أتسبب. ما رح خليك تقرب عليه، لو بدك تموت حالك اتركها للشريفة، اتركها وطلع، أحسن ما تدور ما تلاقي قرنة تنام فيها. ماشي يا شريفة. ليكي وليش عضومي؟ إذا بشوفك عم تعملي له حركات رح أربطك بدل البغل، فهمتي؟ ما طلعت من عند أبو صبحي إلا والقصة كانت محلولة. ولي على قامتي عليك يا أبي،
وينه هلا؟ شو بك يا حسنية؟ عم بقول لك طلع عادي بقى. يا الله، لأنت هالدنيا بدها تضل عم تاخده يمين وشمال. شو صار حسنية؟ كلها كم ساعة اللي قعدهم بالحبس وطلع، بعدين الحبس للرجال شو نسيتي؟ يخلي لي اياك يا سيد الرجال انت. بعدين اللي عملته انا مو بس كرمال عمي عبدو، كرمالك انت، انت يلي روح بترخص لك. مسكي هدول. لا معي انا، مو لازمني. المرة بس يقول لها شي جوزها بنفذه من تمساكت، ولا شو؟ جوزها؟ عقبال ما تصير جوزي قدام كل العالم. الله كريم، الا ما يجي هاد اليوم. يا سمي بالرحمن. بسم الله. الله يسامحني على هالعمل اللي عملته، تسببت له بحبسه للزلمه. ايه انت بعتيه لعند ابو سليم، ما قلتي له يروح يعمل مشكله ويقاتل العالم؟ لك انا بعرف اني ما قلت له. هذا عبده. ومع هيك ما استفدنا شيء، ليكو عبده انزت بالحبس وما اخذ نكريه النور. الله يفرجها يا رب. لنشوف شو بدنا نعمل. بس هلا اهم شيء عبده ما يطول بالحبس. لك حرام هذا الزلمه مسكين وعنده اولاد، اذا ما اشتغل ما بياكل. يا رب يدخل اسمك ما يطول بالحبس مشان ما احس بالذنب. ليكي سعاد، بكره رح روح لعند حسنيه بنته لعبده واعطيها هيك قرشين لبين ما ابوه يطلع وتتيسر احواله. الله يفك اسره. اي والله، وهي كل قصتي يا بدور. والله ما فهمت عليكي، يعني معقولة أنت رحتي تدبستي بهالجوازة مشان تصيري تخدمي أمه وأبوه؟ لك يا ريت بس هيك، قلت لحالي بتجوز بجيب لي شقفة ولد ولي على حصتي على ختيار مصوفن. افتح عينك يا بديعة. ليش أنت قبل ما تتجوزي ما شفتي إنه ختيار مصوفن؟ أي والله هيك قصة ما بتطلع مع الحكواتية. تحكي لك تحكي. والله يا بدور تبهدلت وما عاد عندي مكان يقاويني، والبيت يلي كنت مستكريته شلحوني يا صحابينه. وبصراحة تعرفيني أنا ما بحب كذب، أنا عملت حالي شفتك صدفة، بس أنا كنت عم دور عليكي ولعطيت لك. وين بدي روح بحالي؟ صفيت إيد من ورا وإيد من قدام، وإنتي بتعرفي يعني أنا مالي حدا. إيه وشو بدك هلا؟ إن شاء الله بيقبرني هالوش يا كبيرة، يعني قلت لحالي هيك بقعد عندك كم يوم لبين يعني ما زبطت أموري. ومعلمه هالكلب ما عم يخليه ياكل بالدكان، اليوم لما رحت ودي له أكل لقيته عم يضربه. إيه شو إيه؟ مسحت فيه الأرض، بهدلته. وشو عمل؟ ما بيسترجي يعمل شي. حسنية ما يكون غلط له شي غلطة. عم قلك ما بيسترجي، بعدين أنا بنت عبده العربجي، كيف ما يعرف إني كمان مرت حسن النشواتي؟ ما قصرتي، وجاي اليوم اللي تكوني فيه ست الخواني، بس ليكي من هول لوقتها خففي لي هالنظرات عن روحها ورجع بلا ما يصير شي. أمرك. يلا. أنا تأخرت ولازم روح. صحة وانا عقلبك. كيف طلع؟ أبو سليم الندل نزل على الشكوى. شو اللي خلاه يعمل هيك؟ حسن أنت متأكد من هذا الحكي؟ معلومة متأكد. حسن رايح لعند أبو صبحي مشان يطلعه، وقت لقى أبو صبحي معند راح لعند أبو سليم وخلاه يتنازل عن الشكوى. هذا حسن حاطط راسه براسي وبدي يكسر كلمتي، وما
وبده يبين قدام العالم انه هو كبير النشواتية. ايه شو عليه يا حسن؟ شو بدك يعني يتصرف؟ ليش شو بيطلع بيدك تعمل؟ بيطلع بايدي كتير. ببعت له حدا يخربط له وشه، يغير له ملامحه، ما بخليه يمشي بين العباد. بدك تبعت حدا لابن عمك يا حمزة؟ لا هذا مو حل. بنصير علكة بتم العالم. شو عليه يا حسن؟ وأنا أبو حمزة. يلا أبي الأكل جاهز. كول وشبع مشان ما تروح تاكل هلأ بالدكان. معلمه مبارح ضربه، لو ما فات درويش وخلصه كان روحه بين إيديه. شو عامل لطفي؟ والله ماني عامل شيء. قال شو؟ قال اتهمني إني أنا عم آكل. ليش من إمتى كان الأكل تهمة؟ عند واحد مثل أبو أنور الجربان صار تهمة، وتهمة كتير كبيرة كمان. بس من بعد إذنك أنا ما سكتت له، بهدلته. لا حسنية، لا بات عيديها. بعمرك لا تبهدلي رجال قدام العالم. معلش يا أبي، نحن بأيام صعبة والرجال هو اللي بيطالع رزقته لأمته بالحلال وبيتحمل، وعدس بترابه بيجي وقت حسابه. يلا. ما أكلت شيء أبي؟ معلش أنتو كل صحة وأنا على القلبة. يا صباح الخير. موافقة رح خليكي تعيشي عندي، بس مو يوم ويومين، العمر كله. شفني قديش طلع؟ 35. غيره يلا. مرحبا عمي. أهلين عمي. أهلين، كيفك؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك. خير عمي زاهر، شايف بتمك في حكي. حكي يا ابني. والله مالي عرفان كيف بدي افتح السيرة معك، وانت بتعرف اني بعتبرك مثل مقام الوالد الله يرحمه. تسلم، الله يرحم ابوك. قول يا ابني قول. نحن عيلة وحدة، وبعد كم يوم عرسك على بنتي. وهون مربط الفرس عمي، من بعد اذنك بدنا نأجل العرس. ليش؟ خير ان شاء الله. حدا زعجك؟ حدا أسألك؟ بنتي لا سمح الله زعجتها. أعوذ بالله يا عمي، أعوذ بالله. أنتم فضلين على راسي، وبنتك زينة البنات، أدب وأخلاق وترباية. بس أبو حمزة، حدد عرس حمزة بنفس اليوم، ومعلومك كل الناس رح تروح لعنده، وأنا رح أطلع صغير قدام عزيمي لما ما يلاقوا حدا من أولاد حارتي واقف حدي. يا زاهر، أنت محدد عرسك قبل عرس ابنه، هو لازم أجل عرسه. اتكل على الله وروح جهز حالك. وأبو حمزة وينك عمي؟ الحق بيمشي على الكبير قبل الصغير. اتكل على الله، خلي الباقي على عمك. أمرك عمي. شوفي عيني، أنا رح خليكي عندي هون جنبي، ما بتفارقيني. بس شو ما بتقلك بتنفذي وبتقولي لي حاضر. شو سمعتي؟ يي صغيرة يا كبيرة، أنا رح كون إيدك اليمين. لا بقى، أنا بدي إياكي تكوني إجري اليمين، يعني أنا الخانم وأنت بتشتغلي عندي. شو ما بطلب منك بتقولي حاضر، بس هيك حاضر. ها ما فهمتي. طيب خليني اختصر لك ياها هيك مشان ما صعب عليك كتير. يعني اعتبريني أنا درية خانم، وأنت بدور بتساوي كل شي بطلبه منك، بتلقلقيلي، بتطبطبيلي، وشو ما بحكي بتقوليلي معك حق. آمين. وشو ما بطلب منك بتنفسي من تمساكت، لا وبتقولي حاضر كمان.
فهمتي هلا؟ ايوه والله ما فهمت. شلون بدي اشرح لها هالعبا هي؟ مو ضروري تفهمي، خلص رح اختصر لك من الاخر للاخر. على بلاطه يعني، بدي اياكي تكوني بلا كرامه. ايه بلا كرامه. اذا بمسكك هيك بنفضك بنشرك نشر وبمسح فيكي ارض هالبيت، ما بتفتحي تلمك بحرف، بتضلك ساكته وبتقولي حاضر، وانا بعدين ببقى بطيب لك خاطرك بيني وبينك يعني. فهمتي هلا؟ ايوه حاضر. انت عيني لا فتحه. خي حلي تمك بس كرام، لا كبيره هي. حاضر. قومي جهزي حالك يلا، ورانا شغل كتير. لوين بدك تاخذيني؟ لا تسالي، خليكي على قدك، كل شيء بوقته حلو. يلا. ايوه حاضر. يلا رح جهز حالي. الله يصبحك بأنوار النبي شيخي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يسعد صباحك يا ابني. طلعت الشمس والله كاتب لنا رزق جديد. رزق العباد بيجي الصبح مع طلوع الفجر. حتى لو تعبت المهم لا تمل. أنا ما تعبت شيخي، أنت اللي تعبت. اسمع مني بقى وسلمني هالأمانة وريح حالك حاجتك. الأمانة ثقيلة جبال ما بتحملها، وهي مكتوبة باسمي لموت. الرزق انكتب ورزقتك عم تستناك. قول يا كريم. طيب شيخي بقدر ننزل على حارة النشواتية؟ قولك يا ابني شو بدك بهالحارة؟ هي الحارة ناس كبار كتير وجبارين، والله ما بيحب الجبارين، ما بيحن على العود إلا قشره. تعرف ليش ما بيحن علينا إلا اللي مثلنا؟ لأنه نحن الرضيانين برضا الله علينا. الرضا هو الإيمان والدرب اللي بنمشي عليه نحن المعترين. شو ما صار بنشكره وبنحمده. إذا المولى رضيان الولي بيرضى، ونحن رضيانين برضاه. بمن علينا وبيحن علينا وبيرضى علينا وبينور لنا دربنا. بس هدنك إذا قل مالهم شوي الليل ما بيناموا، بيحسبوا وبيضربوا وبيقسموا. مين رضي يا ابني عاش، ونحن عايشين وهن عايشين. بس نحن عايشين رضيانين وهن عايشين معترضين. بدهم يحطوا الدنيا ببطنه، الله ما عنده حجار يضرب فيها، بس بيقاصصهم ليلاقوا حالهم باكين. وهي النفس اللي جواتنا رح ترجع لباريها إذا كانت راضية مرضية. رح يقول للباري ادخلي الجنة. شيخي خليني روح لهنيك، حاسس أن رب العالمين سبحانه وتعالى كاتب لي رزقة عظيمة هنيك. خليني روح جرب. رزقتك ما حدا بيمنعك عنها يا خليل، مقسومة إلك. لا تلح بالطلب إلا من رب العالمين، هو الوحيد اللي بيتحملك. روح دور عليه، إذا شفته لا تقله شيء. بكل هاي الحارة
ما حدا بيشبهنا غيره. هو منا ونحن منا. إذا شفته سلم عليه وأكرمه. السلام عليكم. الله يرضى عليك. يا رب. عند الله. يا كريم. يا الله. يا رب. يا لطيف اجعل للبلاء تصريف يا الله.